اوف منك. يلا رجعوا لورا لورا بسرعة اركضوا يلا. ولك يا عبدي ليش واقف؟ لك اركض بسرعة اركض اركض لورا لورا اركض يلا. يلا يلا امشي يلا يلا بسرعة. حلو كتير يلا بسرعة يلا يلا اركض اركض اركض. لا تضيع يا ابني لا تضيع الطابة لا تضيع مو وقت هلا. يلا بسرعة شباب. مراد يلا افتح اللعبة خلصنا. طول بالك نصبي بيك. احمد لك احمد شو عم تعمل يا ابني؟ لك يلا جيب الطابة يا احمد جيب الطابة. ليش لحد هلا ما في اهداف؟ شو اخرة هالمباراة؟ احمد لك احمد لك يا ابني دير بالك يمرق منك. لك يلا لحقوا ركض بسرعة ركض. على اليمين انتبه على اليمين رح يرميها. خذ مسافة خذ مسافة وركض بسرعة ناوره ناوره. لك ليش ما عم تاخذ مسافة؟ تحرك يلا تحرك. احمد في لاعب فاضي يلا روح معه روح معه. انتبه يلا يلا لحاله. الرقم 9 انتبهوا عليه انتبهوا على الرقم 9. ليش واقف؟ انتبهوا ما يفوت جول. اعمل شيء. شو اعمل نظمي بيك؟ فوت العب بداله. عم اعمل اللازم. لك انت يلي هنيك. احمد رقم 9 عم يركض الحقه. الرقم 9 انتبهوا منه. لا مو هدف. ولك ليش سمحت له يفوت الجول؟ مو وقته هالهدف. راحت اللعبة. ايه نعم. لا لسه ما خلصت. وين الوقت بدل الضايع؟ لسه في وقت يا حكم لسه في وقت بدل ضايع. الله يلعن هالشغلة. اللي شو اعمل فيك هلا؟ انت شفت اللي صار؟ الاولاد ما طبقوا الخطة. ايوة حطها بظهر الاولاد. لا تقعد حجاج. شو راح اقول لاهاليهم هلا ها؟ لما بيجوا راح يقولوا نحن عم نبعث اولادنا على مدرستك بس هن عم يتبهدلوا قدام الناس، بتقدر تقلي شو راح اجاوبهم وقتها؟ منعود بعدين ان شاء الله. اسمعني منيح. هي بتضل مدرسة حكومية، اللي راح يدخل من الباب لازم يشوف الكؤوس والميداليات والجوائز بوشه حتى يرضوا يسجلوا اولادهم مدرستي. ها؟ إذا ما فازوا شو الفايدة من فريق كرة القدم؟ وأنت شو الفايدة منك؟ ما راح تزبط معك على الأغلب. شو هاد على طول خسرانين؟ ليش هيك انت عم تلعب؟ كان لازم تنتبه على اللاعب هو واحد. ليش ما راقبته؟ ولسان طويل كمان. شو رح تعمل؟ انا بفرجيك. خلاص بكفي. انتم مو شاطرين غير بالخناق. بدل ما تتهموا بعضكم اطلعوا على حالكم. حضرتك كم تمريره غلط عملت اليوم؟ وانت كم مره ضيعتها؟ ولا انت بدي افهم لوين كنت راكب؟ قلي انا هيك علمتك؟ يا عيب الشوم. خسرتوا قدام اضعف فريق بالبلد. انتم بهدلتوا مدرستكم وبهدلتوا حالكم كمان. لا وبهدلتوني أنا. إذا ما بدكم تلعبوا منيح لا عاد تاخدوا من وقتي بعد هلأ. طالما ما عم نربح ليش لحتى نلعب؟
يلا اشتغلي اشتغلي. لك يلا اشتغلي خلصينا. شو هالحياة اللي ما فيها شي شغال منيح؟ مرحبا حضرة المدرب. أهلين سيد طاهر، كيفك يا علي؟ قلنا لحالنا خلينا نشجع الفريق. بزمتك هذا فريق بيتشجع، أكيد خاب أملكم. المباراة والطابة شي بيسلي، المهم الأولاد عم يلعبوا. معقول تسلقي يا عمو؟ أنا عم أكسب رزقي من هالشغل، هدول اللي جوا بهمهم هالشي يا ترى؟ هدول بهمهم التسلقي وطق الحنك بلا مسؤولية فاشلين؟ اسمعني يا مراد، الله بيزرع بقلوبهم محبتهم لبعض، خلي الولاد يلعبوا ويكونوا مثل حب المسبحة جنب بعضهم. المهم انت ما تقصر بشغلك، انت الاساس، بس الله اللي بيعطي النجاح بالنهاية. المهم يا عمو كلام حلو بس. طيب سامحني اذا زودت عليك، بشوفك بالمدرسة. الله معك. تعال نروح على البيت. سبقني انا ما رح اجي معك. كيف يعني ما رح تجي؟ بابا خلص بدي اطلع مع رفقاتي بعد المباراة. ايمن ايمن تعال هون. ايمن خرجك نظمي بيك شاطر، بس تعيط علي طلع خرجك. شو صار لك؟ إسراء يلا افتحي. والله أنت للجلطة وحدة بوحدة. هاتي هاتي. أي لا تاخدي على خاطرك، هالتحاليل مو دقيقين، جارتنا اشترت من هدول. بس يا سيما. المهم لما راحت وحللت. سيما هي مو أول مرة، ما عم يصير حمل في غلط. خلص لا تزعلي، بصير إن شاء الله. إسراء إسراء أعطيني أنا برمية. أنا بصالون حبيبي. يعطيكم العافية. أهلين وسهلين جاري، بشرنا، شو ربحتوا؟ خسرتوا مرة تانية؟ سيما مو وقتها. أنا أصلاً كنت طالعة. إيه يلا بشوفك بكرة. ماشي مع السلامة. لا تزعلي بالمرة، زوجك المسكين جاي مرقه منتزع، دائماً عم يخسر. خلص سيما حبيبتي، مراد بيكون جوعان، لازم روح وحط له أكل. إيه بشوفك بعدين بخاطرك. مراد كأنه نسيت أرميه بالزبالة. أكيد سلبي. ما كنت متأكدة أساساً، يعني لا تزعلي روحي. أنا ماني زعلاني. إسراء شوفي، المهم صحتك. المهم صحتي؟ لو كانت صحتي منيحة ما كان صار هيك. إسراء إسراء ما رح تتأسف؟ آسف مو شايف. شو اللي ما شفته؟ بس الزبالة ولا الزبال ولا الحاوية كلها؟ هاي مو شغلتك، ارميها جوا. عفوا بس نظافة الشارع مهمتنا كلنا، مو شغلتي لوحدي. خلص لا تواخذني. الحمد لله على السلامة استاذ. مثل العادة على طول خسران. استاذ نظمي بيك بده اياك. لا
لك ليش ما عم تفتحي؟ صار لي نص ساعة واقفة هون على الباب، موتيني من القلق. صباح النور يا سيما. مو وقت السلام، يلا بدنا نروح. أنا بتصل بالدكتور وباخذ مواعيد وبمرق لأخذك وآخرتها حضرتك بتكوني نايمة. موعد شو يا سيما؟ دكتور شو؟ بلا جذبة؟ أنت ما بدك تصيري أم؟ يلا البسي. لساتك واقفة لهلا؟ يا خوفي يطلع هالولد أهبل مثلك. تفضل. قالوا لي طلبتني نظمي بيك. أي نعم طلبتك. باختصار شغلك هون انتهى. ضب أغراضك وترك المدرسة بهدوء. كيف؟ شو قصدك كيف؟ مو شايف؟ أنت تقلعت. بس يا نظمي بيك، وين روح بحالي بنص السنة؟ والله هاد ظلم. لا أنا مو ظالمك، هذا تمن فشلك. يعني أنت ميؤوس منك. لا تواخذني، حتى ابني هداك الفريق، ما بحب تلاميذي يكونوا فاشلين. طيب أعطيني فرصة تانية، على الأقل بس لنهاية الموسم. عندي ديون نظمي بيك، شو رح أقول لعيلتي؟ شو ما بدك أقول، أنا مضطر أني أقدم مصلحة المدرسة، وضعك الشخصي ما بيهمني كتير. إسراء، ما بدي تزعلي مني. أكيد ما رح صير أم. لا مو هيك، أنت ما عندك مشكلة، بلكي زوجك كان هو السبب. برأيي مراد لازم يجي حتى ينفحص. شو ممكن نعمل؟ إذا بدكم فيكن تجربوا المعالجة بطفل الأنابيب. لا حضرة الدكتورة، وضعنا تعبان. فهمت عليك. على كل آسفة أخذت من وقتك. تكرمي. اليوم بالمدرسة. اليوم الدكتور. تفضلي احكي. بالأول أنت احكي. تعلعت من شغلي إسراء. شو؟ نظمي بيك طلبني اليوم على مكتبه، قال عني فاشل وعم ضيع طاقة الأولاد، قال إنه ميؤوس مني، يعني ما بيطلع مني شيء. هذا حكي فاضي. الواحد يحكي الحق، ما عم يطلع بإيدي فوز معهم. لا عم بقدر خلي الأولاد يسمعوا كلامي ولا عم بربح. حكيتي عن دكتورة؟ لا، هي لتلت نسوان، رح صبر لك كاسة شاي. لا أحكي، أصلاً ما ضل في شي عكرني. لا أمراد، عن جد بلاها مو مهم. إسراء، قلتلك أحكي عن جد. هذا الدكتورة قالت لي يمكن المشكلة عندك يا مراد. يعني حتى هالشي بسببي أنا كمان؟ لك هذا اللي كان ناقص، ما تفاجأت أبدا. لك آخ يا مراد شو معتر، حتى العقم بسببك. لك ما رح نخلف بسببي كمان. مراد لوين؟ لك دوري يلا اشتغلي اشتغلي، يلا اشتغلي. ما عم تشتغل، لك حتى هي ما بدها تشتغل. أصلاً هاي السيارة لمين؟ مراد سسكين ما غيره. هالسيارة لمراد سسكين اللي ما بيقدر يعمل شيء. يا ربي ليش هيك عم تخليني اتعذب؟ أنا ما عم بنجح بولا شغلي. ليش ليش ليش؟ شو اللي ناقصني أنا؟ ليش هيك عم يصير معي؟ أنا بدي أنجح بحياتي، والله بدي أعمل شغلات كتير منيحة، وبدي يكون عندي ابن مثل العالم. كتير هادي يا الله علي. لا ما في شي كتير على الله، بس ضروري تعرف كيف تطلب منه. ليش أنت بتعرفي الطريقة؟ أي نعم بعرف، بس ما رح يتحقق لك ولا طلب وأنت عم تشكي وتبكي هيك على الفاضي. أي وشو دخلك؟ مين بعتك لعندي؟ أنا الدعاء اللي ناقص فيك. تركيني بحالي يا بنت، هذا الكلام ما بيفوت براسي.
ما حدا بيقدر يستفيد مني اصلا. لا الله ما بيخلق شيء من دون فايده، الا اذا الشخص اختار عدم الاستفاده فهذا بيكون شيء تاني. حتى الفشل كمان ذنبي ما هيك؟ وهالحاله كمان ذنبي ما هيك؟ مو الله بيحب المظلومين؟ مو على اساس بيستجب لهم بسرعه؟ لك ليش عم تضحكي؟ لازم الشخص يعرف كيف يكون مطيع بالاول. انت معك حق يا بنت، اصلا الكل معه حق، انا الوحيد الغلطان، انا وحدي الغلطان، انا بس اللي ما بفهم. وين كنت لهلا؟ بس ساعة بترجع على بيتك؟ برجع ايمتى ما بدي، انت لا تتدخل فيني. لازم تحترمني لما تحكي معي. ليش؟ لتكون ابي. انت مانك ابي، لك شو ما عملت ما رح تصير. لما صدرك بيضيق عليك وبتحس قلبك مقبوض وبتشوف كل ابواب مسكره بوشك وبالوقت يلي ما بتعرف شو لازم تعمل، تذكر خالقك بشكل دائم. الله مو متكفل بعبده. يا ربي ليش عم تخليني اتعذب؟ انا ما عم بنجح بولا شغله، ليش ليش ليش؟ شو قلت عمو طاهر؟ شو اللي حكيته؟ هي تعاليم القرآن الكريم. خير، شو صار؟ أنا رايح عمو، قلعوني من الشغل. لا تقولها. بلا، هذا جزاء الفاشلين، شو نعمل؟ بشوف فشلت حضرة المدرب، الفوز بالمباراة صار هدف؟ مو هيك. فكر منيح لو سمحت، هالتعب والتدريب، بتقدر تفهمني لشو؟ أنا بقلك، كل هالبطولات والكؤوس والأهداف مناح وحلوين، وبعدين؟ والله حكيك صاير مثل الألغاز يا عمو. ما في فايدة، دير بالك على حالك أنت. خير شو صار؟ المدرب لوين رايح؟ قلعوه من الشغل. لا لا تقولا. يا لطيف كنت بدي حكي. فاشل، ما قدرت تحط الكاس هون يا خيبة أملي. يا الله بترجاك تفتح لي باب خير يا رب. يا أستاذ بعتوني حتى نادي لك. مين اللي بعتك؟ متأكدين من هالموضوع؟ ها؟ اي نعم يا بيك. طيب تفضل. وأخيرا وصلت. تعرف الشباب من جمعية العائلات ما هيك؟ روح وادعي لهم، هني قرروا يعطوك فرصة تانية. عن جد عم تحكي؟ لا تفرح بسرعة، لساتني معارض فكرة إنك تكون المدرب لهالفريق، بس الجماعة برأيهم إنه صعب نلاقي بهالوقت مدرب تاني. اسمعني، رح أعطيك فرصة مباريتين، إذا ما بيربح الفريق وحدة منهم على الأقل رح تاخد كرت أحمر. اتفقنا يا شباب؟ إيه نعم. ها بالفترة رح دور على مدرب جديد، لأني متأكد من النتيجة. لك ما رح تنجح، النجاح شيء مو موجود جواتك. على كل تقدر تروح. ها مراد، لك لا تنسى مباريتين وبس. ايه نرجع لموضوعنا. شو يا شباب انتو جاهزين؟ مو عأساس رايح معلم؟ وبطلت شو صار؟ كنت حابب اني روح؟ لا ما بتفرق معي، فريقنا لا معك ولا مع حدا غيرك رح يربح. ليش متشائم كل هالقد يا ايمان؟ انت هيك عم تأثر على رفقاتك. طيب قلي ليش لا اتفائل؟ ما عم شوف شي هون يخليني اتفائل. استاذ الحمد لله انك ما رحت،
شكرا علي، انا بقيان هون، بدي تسمح لي العب معكم. بس يا علي صحيح بحبك، بس هالرياضه ما انا لك. شكرا على مشاعرك، ليش ما بتجربني؟ اي بس الفريق ما عنده وقت، كيف رح نجربك؟ طيب لا تاخذني، انا اخذت من وقتك. عنا نقص بالفريق استاذ. مين تركنا؟ احمد ترك الفريق، ما رح يلعب، لو اجى علي رح يندم. طيب ليش ترك؟ مفكر الكل اغبي يا استاذ، كل واحد بيلاقي شيء احسن رح يهرب. اي تعال شوف، هاي الله فتحها بوشك، روح البيس بسرعه، ركود ركود ركود، لك يلا بسرعه. هذا الناقص. يلا يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا. شوف على ابن الآزين عم بيمثل وبيسلم بايده، شو رايك نخليه يهرب من هون؟ يلا. شو شباب انتو جاهزين؟ نعم كوتش. انا جاهز. اعملوا رتل، يلا لشوف بسرعه شباب، اركضوا اسرع 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 اسرع، يلا لشوف شباب، يلا 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 يلا. شو اللي صار عندكم؟ لك يلا ركضوا، اقوى شباب اقوى، يلا اسرع. لمسه واحده بس، لمسه واحده لك، لمسه واحده وباص، انتبه على اللي واقف بجنبك. يلا يا ابني مرر له، اعطيه باص. ايوه برافو عليك يا علي، برافو يا علي برافو. يلا يا اولاد بسرعه، بدي حركه بدي نشاط، اعطيه باص مرر باص. لك يا ابني ليش هيك كسروا؟ ايمن الله يسامحك، على مهلك عليه شوي شوي. ايمن اعتذر من رفيقك. انا ما عملت شيء لحتى اعتذر منه. وانا قلت لك اعتذر. عادي حضره المدرب، ما صار شيء. بعد عن ايمن، ايمن تعال لهون. إذا ما فازوا شو الفائدة من فريق كرة القدم؟ فكر منيح لو سمحت، هالتعب والتدريب بتقدر تفهمني لشو؟ أنا بقول لك كل هالبطولات والكؤوس والأهداف مناح وحلوين، وبعدين شو اللي صار؟ معناها عرفت وين مكان الزبالة الصحيح. خير شو صاير؟ بتعرفي اني غلطت بحياتي يا اسراء؟ بخصوص شو؟ بكل شيء، كنت عم بكذب على حالي كل هالوقت على الفاضي. بتعرفي شو مكتوب بالقران؟ وما تشاؤون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما. كل شخص بيامن بالله ما بيشك بهالشيء اصلا. مزبوط، بس انا عم بنسى. إذا صار شي منيح بفكر بشطارتنا، وإذا ما زبطت منقول الله ما قدر. اي نعم، ما عاد ننسى بعد هلأ، بدنا نكون ملتزمين، وإذا الله بيساعدنا رح ننجح. نحن لازم نآمن بهالشي. إن شاء الله يا مراد إن شاء الله. Thank you.
ساعدني واهديني، ساعدني حتى أكمل. أنا بحاجة لمساعدتك حتى أنجح. بدي منك رزقة بيتي وعيلتي. أنا بحاجة لحكمتك. رح يصير رح يصير رح يصير إن شاء الله، بس مو هلأ فورا. وليش مو هلأ؟ شو اللي ناقص؟ أنت يلي لازم تلاقي شو اللي ناقص وتعوضه. بس أنا لقيت الشي اللي ناقصني، الحمد والشكر لله، الله رحمني بهالشغلة. هو ذكرني إنه لازم أدعي له. من هالناحية مزبوط، بس المهمة مو بسيطة لهالدرجة. ليش بدك يعني أرجع مثل الأول؟ أنا ما بدي إياك ترجع مثل الأول، بالعكس أنا عم حاول ساعدك. خلاص اطلعي من راسي يا بنت، أنا راح أدعي والله أكيد راح يستجب لي. بشوفك مرة تانية. أستغفر الله، شو هالبنت هي؟ مباراة اليوم مهمة كتير يا أولاد، بدي منكم تقدموا أحسن شي بيطلع بإيديكم. بصراحة ما فينا نتحمل أي خسارة. للأسف هي مشكلتك يا أستاذ. ما فهمت. قلتلك هي مشكلتك، لأنه إذا منضل منخسر نظمي بيك رح يقلعك من شغلك. اللي عم تحكي عنه هو أبوك يا أيمن. نظمي بيك. طيب شو قصدك تقول؟ لا تدخلنا بحساباتك أستاذ، خطابات التحفيز هاي ما بتشتغل، نحن رح نخسر. لا، إذا الله وفقنا ما رح نخسر. رح تحط الحق على القدر. أي نعم، كله مكتوب. ليش نحن شحادين حتى نربح المباراة ونحن عم ندعي ونقول من مال الله؟ هذا كلام فاضي، فهمت؟ الأستاذ عم يحكي صح. في حدا سألك رأيك؟ هذا حكي ناس فقرة، شفتوا فورا الفقير بلش يساندو. ماشي، بشو بتنصحنا يا أيمن؟ أنا رح ألعب بطريقتي، ما بعتمد على الدعاء تبعكم. الأحسن واللي معه حظ بيربح، وكل شي غير هيك ما رح فكر فيه. ماشي، مثل ما بدك. يلا أيوة شباب، يلا أبطال. شو متحمس يا علي؟ والله كتير يا أستاذ، خايف ما ألعب منيح. لا شو هالحكي، اعمل لي اللي تدربت عليه، الله بيساعدكم. يلا لشوف، يلا شباب بسرعة بسرعة بسرعة. يا رب يا مالك الملك وفقني، أنا التجأت لك، أنا بوضع صعب وبضيقة، لا تخليني أحتاج لحدا غيرك يا رب. ليش ما عطيته باص؟ ليش؟ كان فاضي ما شفته؟ يلا شباب باص على الشمال عطيه. ليش ما عم تعطيني؟ ألف الحمد والشكر لك يا رب، يا رب غمرت بلطف. برافو، الهدف بفضلك. كوتر 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 لك، ايه يلا بسرعة اكتر اكتر اكتر، ركوب ركوب ركوب، يلا برر له. لك برر يا ابني، لك ليش هيك؟ ومعقول انت رح
فرجيك يا ايمن. انتبه له، لك انتبه، لك دير بالك عليه. مرر له، برافو يا علي، ركض لقدام، يلا ركض ركض ركض. يلا ركض يا علي، بسرعة بسرعة، ركض لشوف. يلا يا علي، يلا يا علي. ضرب الجزاء، ضرب الجزاء، يلا ضرب الجزاء. برافو. أنا يلي رح أضربها. شوط على اليمين الحارس الإسرائيلي. تعلمني كيف شوط ضرب الجزاء. يا الله، هدف تاني، هدف تاني لنفوز. يا رب يا رب يوقف معنا. يعني شو راح اشتغل اذا تقلعت؟ يا الله ما لي غيرك، رجاء رجاء، هدف بس، هدف واحد. مو معقول لك العب على هالحظ. شو صار؟ إن شاء الله ربحته. يا الله يا رب، ليش صار هيك؟ ليش هيك؟ والله عملت اللي بيطلع بإيدي، تعبت واشتغلت وحتى دعيت، بس ليش يا الله؟ ليش يا الله ما عم تستجيب لدعائي؟ حتى بهاي أنا فاشل؟ لك ما عم بنجح بالدعاء حتى يا إسراء، لهالدرجة أنا فاشل؟ لا تعمل هيك مراد، ما لازم تيأس. كيف ما أيأس؟ شغلي رح يطير يا إسراء، أنا رح صفي بالشارع. مين اللي رح يشغلني؟ مين رح يسلمني فريقه؟ بهالدنيا الإنسان الفاشل بينتهي وبيتحطم، ما حدا حتى بيعطيه خبزة يابسة. حتى أنت خربت. أي طبعاً لازم، خايف إنه حتى الطريق اللي أمشي عليه ينخسف في الأرض. أنا ناقصني يا رب، أنا ناقصني، بكفي. وين كنت لهلأ كمان؟ بعد عن طريقي. لا ما رح بعيد، قليل التربية، عارف حدك. وشو رح تعمل إذا ما عرفت؟ لك شو بدك مني؟ شو بدك يعني أعمل؟ خلصنا بلا تمثيل، أنا وإنت اتنين غربة. إذا كنت غريب ليش عايش بالبيت؟ ليش عم تصرف من مصرياتي؟ إيه بلا مصرياتك وبلا بيتك. أيمن رجع لهون. خاين عديم الخير. عمو طاهر وينك؟ ليش مسكر الباب؟ يا رب انت ملجأنا والأعلم بحالنا، لا تبعدنا عنك وتقبل دعائنا. اجعل أولاد هالمدرسة من عبادك الصالحين، زرع بقلبهم محبة أهلهم ووطنهم وحميهم يا رب، وارضى عليهم وملاء قلوبهم بحب الناس يا رب. عطيهم الصبر والإيمان
وحسن أخلاقهم وتعاملهم مع أساتذتهم وبعد عنهم السيئات، ونور قلوبهم بالعلم يا رب. يا رب اهدينا وعافينا، بعد عنا الجهل والعجز والكسل، وجيرنا من العقاب، وعطينا الثواب وزرع المحبة بقلوبنا يا رب. يا رب اجعل قلوب أولاد هالمدرسة وأساتذتها طيبة، ووسع صدورهم وعطيهم القدرة على محبة طلابهم وهدايتهم على الطريق الصحيح. معك حق، كلامك مزبوط، انت دعائي اللي انا فقدته. يعني فهمت اني دعائك، بس المهم هلأ تكون انت فهمت شو هو واجبك. واجبي؟ ليش ما سمعت هلأ شو هي واجباتك؟ قصدك الطلاب؟ ايه نعم الطلاب يلي عندك، انت لازم تعرف شو بدك، يا اما بتكون من الناجحين يا اما من الخاسرين. بس ما بعرف شو لازم اعمل.